السوداني يوجه باستكمال البرنامج الحكومي، والنزاهة تباشر بإجراءات استرداد مدير عام في المخابرات العراقية. مراحل نهائية لاستكمال الموازنة، والحكومة تدرس توحيد سلم الرواتب وإرساله لمجلس النواب لإقراره. تتابعون أيضا في نشرة الظهيرة: من الرابعة 15 ضحية حصيلة نهائية لانفجار الغاز في السليمانية، والدفاع المدني يعلن انتهاء عملياته. من العناوين إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. وجه رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني بالإسراع في استكمال متطلبات البرنامج الحكومي، وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد أن التوجيه تضمن الالتزام بالتوقيتات المبينة في جدول فقرات إعداد البرنامج الحكومي ومتابعته، إضافة إلى التنسيق المتواصل بين الفرق الفرعية ودائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كونها تمثل سكرتارية الفريق الرئيس. من جهته، دعا وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني إلى إبعاد سلطة الطيران المدني من المحاصصة الحزبية. عبد الجبار خلال استضافته في برنامج من جهة رابعة الذي يبث على شاشة الرابعة كشف عن ارتكاب الطيران المدني العراقي أكثر من 232 مخالفة من 2011 إلى 2015. سلطة الطيران المدني، شركة الخطوط الجوية، الملاحة الجوية، هاي قطاعات تخصصية، هاي غير قابلة للمحاصصة. يعني احنا مو جايبين واحد مخلينا مدير مال جراج سيارات لو مدير شركة نقل بري، هذا قطاع تخصصي. يعني اولا لازم اللي يصير رئيس سلطة عنده خبرة بالطيران، يعرف شنو المنظمة الدولية للطيران، يعرف شنو الاياسة، يعرف شنو الاياتة، يعرف شنو ضوابط الطيران المدني، يعرف يتكلم اللغة الانجليزية بشكل طليق. يعني ما معقولة بدوا يعينون ناس على سلطة الطيران وعلى الخطوط الجوية ما إلى علاقة إلا أنه تابع للحزب الفلاني. ارتكبت الطيران المدني والخطوط الجوية ارتكبوا أكثر من 232 مخالفة من 2011 إلى 2015. زين أكو ضوابط، يعني سلطة الطيران المدني المفروض تلتزم بنظام التدقيق الدولي اللي هو يسمونه اليوسوب، هذا المفروض تلتزم به وتدقق وتراقب شركات الطيران وتراقب المطارات. هذا في تخلف غير موجود عندنا. وفي إطار جهود مكافحة الفساد، أعلنت هيئة النزاهة المباشرة بإجراءاتها الخاصة بملاحقة المتهم الهارب ضياء الموسوي والذي يشغل منصب مدير عام في جهاز المخابرات. وأوضحت دائرة الاسترداد بالهيئة في بيان أنه بمتابعة وإشراف من قبل رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني تم تنظيم ملف استرداد بحقه تمهيدا لإصدار النشرة الحمراء عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية الأنتربول، فيما أشارت إلى استكمال الإجراءات المطلوبة لإصدار مذكرة قبض على مستوى الدول العربية عبر الأجهزة الأمنية والقانونية المعنية بتنفيذ القانون. هذا وباشرت هيئة النزاهة بإجراءات استرداد مدير عام في جهاز المخابرات العراقية وإصدار مذكرة قبض بحق المتهم الهارب على مستوى الدول العربية
إلى الشرطة الدولية الانتربول. أوضحت دائرة الاسترداد في الهيئة أن إجراءات استرداد المتهم الهارب ضياء عبد العزيز سعد الموسوي والذي يشغل منصب مدير عام في جهاز المخابرات العراقية بدأت بشكل فعلي، وجرى تنظيم ملف الاسترداد بحقه تمهيدا لإصدار النشرة الحمراء، مؤكدة استكمال الإجراءات المطلوبة لإصدار مذكرة قبض على مستوى الدول العربية عبر الأجهزة الأمنية والقانونية المعنية بإنقاذ أو تنفيذ القانون. كما واستدعت هيئة النزاهة والجهات القضائية عددا من المسؤولين والموظفين في مصرف الرافدين للتحقيق معهم على خلفية قضية أمانات حسابات الضريبية في المصرف. وذكرت مصادر مطلعة للرابعة أن المسؤولين الذين تم التحقيق معهم وهم مدير عام مصرف الرافدين السابق والأسبق ومعاون المدير العام وموظفين آخرين في المصرف، مشيرا إلى أن ذلك جاء من أجل التحقيق في سرقة مبالغ أمانات الضريبة في مصرف الرافدين. وإلى النجف الأشرف، حيث أشار النائب عن المحافظة هادي السلامي أن أغلب ملفات الفساد هناك مجمدة في المحاكم، وأكد السلامي أن تلك القضايا تقدر بالمليارات أمام المحاكم ولم يتخذ بها أي إجراء منذ 10 سنوات، مشيرا إلى أن الفساد في دائرتي الاستثمار والبلدية في النجف الأشرف يحتاج إلى وقفة جادة من قبل الجميع للسيطرة على المدينة التي أثقلت بالفساد وأصبحت تحتل النصيب الأكبر منه. إخفاق السلطة الرقابية في السيطرة على المنافذ الحدودية تسبب بخسائر مالية كبيرة وتسريح ما يقارب 500,000 مواطن عن العمل، وسط مطالبات بدعم المنتج الوطني ووضع رسوم جمركية على البضائع المستوردة. عدم سيطرة الحكومة الماضية على المنافذ الحدودية وخصوصا في إقليم كردستان رتبت الكثير من الخسائر المادية على قطاعات الزراعة والصناعة وأغلب المنتجات المحلية التي أريد لها تحقيق الاكتفاء الذاتي. بيض لا مائدة والحيوانات الداجنة مشاريع هي الأكثر تضررا نتيجة هذه السياسات، إذ تشير المعلومات إلى تسريح ما يقرب من 500,000 مواطن عن العمل وأغلاق 3,000 مشروع خلال عام واحد فقط وإفلاس الكثير من أصحاب رؤوس الأموال. الدمار الأول كان من السيد الكاظمي بالحكومة السابقة، أما الدمار الأساسي اللي هو من زمان وسنوات احنا نتكلم عنه هو الإقليم. الإقليم ما يقبل أن ينفذ قرارات المركز. عندنا قرار 183 مجلس وزراء لسنة 2022 بحماية منتج محلي. اتصلنا بالإقليم، دزيت كتاب من الجمعية الوزارة بالإقليم، تكلمنا معاهم للمالية، وصلوها رئاسة الوزراء عندهم، يابا طبقوا تعليمات المركز، نفذوا ما يأمرون به. يقول لك يعني ما أقدر أنفذ. أخفاقنا مؤشر من قبل السلطة الرقابية على أداء الحكومة التنفيذية الماضية التي ادعت تبنيها مشروع دعم المنتج الوطني، إلا إن واقعها ابتعد تماما عن الاهتمام بهذا الجانب ولم يأخذ بطلبات وتوصيات لجنة الزراعة النيابية الداعية إلى غلق الحدود أو وضع رسوم جمركية على البضائع المستوردة لحماية المنتج المحلي وإيجاد آليات للتنافس في الأسواق. للأسف الشديد الحكومة السابقة لم تولي اهتماما كبيرا بالمنتج المحلي والمنتج الوطني بالنسبة للدواجن، وحدث للأسف الشديد أنه عندنا 6,000 مشروع توقفا، بقى تقريبا يعني نقول أنه مشاريع قليلة جدا، وأيضا تسريح لعدد كثير من الأيادي. قدمنا عدة طلبات لغلق الحدود، قدمنا طلبات لأن يكون هناك رسم على المستورد وتعريفة جمركية حتى ممكن أنه المنتوج مالتنا ينافس المنتوج المستورد. معطياتنا يخشى أصحاب هذه القطاعات من استمرارها خلال الموسم المقبل، ما يدفعهم لمطالبة الحكومة الجديدة بالاهتمام بهذا الجانب، سيما وإنها تبنت مشروعا اقتصاديا للنهوض بواقع البلاد. مصطفى الوش، الرابعة، بغداد.
أكدت اللجنة المالية النيابية أن الحكومة تدرس توحيد سلم الرواتب بعد سحبها للقانون. عضو اللجنة معين الكاظمي قال أن مجلس الوزراء قرر سحب مسودة قانون الخدمة المدنية الاتحادي من مجلس النواب لإعادة تنظيمه ودراسته وفق رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري، مبينا أن القانون يحتوي على تنظيم الدرجات الوظيفية والتدرج الوظيفي وتوحيد سلم الرواتب وكل ما يخدم الموظف العراقي. تواصل الحكومة إعداد مسودة الموازنة لإرسالها إلى البرلمان قبيل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، في ظل دعوات لاستغلال الوفرة المالية وتوفير التعيينات. مسودة موازنة 2023 تمر بمراحل إعدادها وصياغة فقراتها النهائية، إذ تعمد الحكومة إرسالها إلى البرلمان في نهاية الشهر الجاري للتصويت عليها وتمريرها قبل انقضاء الفصل التشريعي. أنا أتوقع أكون هناك اتفاق في مع كل الجهات المسؤولة عن الموازنة، ابتداء من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء إلى اللجنة المالية في البرلمان إلى البرلمان. ما راح تكون هناك عقبات، تمشي هاي الموازنة بدقة، وأعتقد هاي الموازنة أفضل من الموازنات السابقة، لأن راح تكون موازنة برامج أو بيها برامج أحدث مما كانت هناك سابقا. الكتل السياسية أصبحت الآن في موضع إثبات موقفها من إقرار القوانين المهمة لصالح المواطن، فتمرير قانون موازنة 2023 يتطلب وجود اتفاق حقيقي داخل البرلمان يسبق عملية تقديمها من قبل الحكومة، وهنا يكون التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عنصرا أساسا في إقرار الموازنة من غير سجال وتأخير. أعتقد ستكون هنالك تفعيل للقطاع الخاص، تفعيل للصناعة، تفعيل للمعامل المتوقفة. بالنتيجة النهائية ستعمل على تشغيل عدد توفير عدد كبير من درجات وظيفية في القطاع الخاص. أعتقد بأنه الأمور ستمرر بشكل سلس، لكن المشكلة الواقع الحقيقي هو القطاع، يعني الناس الشعب. معالجة البطالة والنهوض بواقع الاستثمار ودعم القطاع الخاص، الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط قادرة على تنفيذ الكثير من المشاريع التي جاءت في المنهاج الوزاري لحكومة السودان إذا تم إنفاقها بطريقة مدروسة. بأسرع وقت ممكن تعتزم الحكومة إرسال مسودة قانون موازنة 2023 إلى البرلمان لإقرارها بعد الانتهاء من فلترة بنودها الاستثمارية بطريقة مغايرة عن الموازنات السابقة. أحمد ليث، بغداد، الرابعة. حذر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم الإطار التنسيقي من عدم تصفير المشكلات العالقة بين المركز والإقليم. وذكر كرم في تغريدة له على تويتر أن فشل الإطار في تصفير المشكلات بين المركز والإقليم فالكونفدرالية هي الحل الأنجع لإنهاء معاناة الشعب العراقي. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تأكيدات رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني استعداد الوفد التفاوضي الذهاب إلى بغداد لحل الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية. أكد الاتحاد الوطني الكردستاني أن الوضع السياسي في إقليم كردستان العراق يعيش حالة الانسداد بشكل عالي. وذكر عضو الاتحاد شيرزاد أن نائب رئيس حكومة الإقليم قاباط طالباني علق حضوره إلى اجتماعات مجلس الوزراء بسبب جملة من المشاكل واختلاف الرؤى حول إدارة حكومة الإقليم وانتخاباته من ناحية سجل الناخبين والمفوضية فضلا عن قضايا أخرى، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي يتعامل مع مناطق نفوذ الاتحاد الوطني ولا سيما السليمانية كأنها مناطق أخرى خارجة عن الإقليم. وصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين إلى البحرين للمشاركة في منتدى حوار المنامة. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن المنتدى سيعقد للفترة من الأول كانون
20 أو 18/20 من العام الحالي، مشيرة إلى أن منتدى حوار المنامة ينعقد بشكل سنوي بمشاركة العديد من دول المنطقة والعالم بتنظيم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية لتدارس الواقع الأمني والاقتصادي والسياسي للمنطقة العربية والعالم، فيما أشارت إلى أن الوزير سيعقد سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين على هامش المنتدى. ارتفعت حصيلة انفجار السليمانية الغازي إلى 15 ضحية و12 مصاب في وقت انتهت فيه فرق الدفاع المدني من عملية إخلاء العالقين تحت ركام المنزل المنهار. وأكدت مديرية شرطة السليمانية أن التفجير كان بسبب خلل تكنيكي في منظومة غاز التدفئة بالمنزل الذي وقع فيه الحادث. من جانبه أكد رئيس مجلس المحافظة أزاد محمد أمين في بيان أن المجلس سيمنع اعتماد أنظمة الغاز في المنزل دون اعتماد آلية علمية معتمدة، كما ستمنع غير المختصين رسميا من إجراء عملية الصيانة لمنظومات الغاز في المنازل والأماكن العامة. هذا وشرعت فرق الدفاع المدني بمحافظة السليمانية منذ ساعة الصباح الأولى بعملية البحث عن المفقودين بالركام المنهار جراء الانفجار. محافظ السليمانية هظال أبو بكر أكد خلال مؤتمر صحفي من موقع الانفجار أنه لا علم لديه حتى الآن بعدد العالقين تحت الأنقاض، لافتا إلى الانفجار ناجم عن انفجار خزان غاز يستخدم لمنظومة التدفئة. ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على 15 إرهابيا في 6 محافظات، وذكر الجهاز في بيان أنه استنادا إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة واستكمالا لعمليات الأمن الوطني في ملاحقة فلول داعش الإرهابي، تمكنت مفارز تابعة للجهاز من القبض على الإرهابيين في محافظات الأنبار، نينوى، صلاح الدين، واسط، وكركوك وديالى، مضيفا أنه جرى تدوين أقوال المتهمين أصوليا وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن هجوما صاروخيا استهدف قوات تابعة للتحالف الدولي بريف محافظة دير الزور في سوريا قرب الحدود العراقية السورية. وقالت القيادة في بيان أن الهجوم الصاروخي لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة أو الممتلكات التابعة للتحالف الدولي، مشيرة في بيانها إلى أن القيادة أو القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا تحقق في الحادث. تعود جامعة الموصل لاستقبال طلابها بعد توقف فرضته جائحة كورونا في وقت يطالب معظم الطلبة بصرف المنحة الدراسية للتخفيف من أوضاعهم المعيشية الصعبة. بعد انقطاع دام أكثر من سنتين بسبب إجراءات الوقاية من كورونا، عادت جامعة الموصل لاستقبال طلابها من مختلف محافظات العراق، حيث شهدت عودة الدوام الحضوري للطلبة لتطوي صفحة استمرت أكثر من عامين كاملين قضى الطلاب الجامعات خلالها أيام دراستهم بالاعتماد على التعليم الإلكتروني. استنفرت الجامعة جامعة الحمدانية كل إمكانياتها العلمية من أجل بدء العام الدراسي بدراسة حضورية، والحمد لله نجد أن جميع الطلاب المنتسبين في هذه السنة بعكس السنة الماضية مغايرة جدا بالحضور،
الرسمي في مقاعد الدراسة. تستقبل هذه الجامعة سنويا العشرات من الطلاب في كافة مكونات الشعب العراقي. معظم الطلبة سعيدون بعودة الدوام لأن التعليم الإلكتروني لا يمكن أن يسد الفراغ الذي تركته المحاضرات التي يعطيها الأستاذ بشكل مباشر، فيما طالبوا الوزارة بصرف المنحة الدراسية لهم للتخفيف عن أعبائهم في ظل أوضاعهم الصعبة. نتمنى من الجهات المسؤولة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النظر في شؤون الطلبة في جامعة الحمدانية ونظر إلى أحوالهم بسبب أنهم يعانون. عاملين من الحكومة المركزية تخصيص منح مالية للطلاب وعمل على إشراع قانون يقوم بتعيينهم أو مناصفتهم. وباشر طلبة الجامعة بالدوام في كلياتهم ومختبراتهم وفق الجداول الدراسية المعلنة في كلياتهم، ووفرت الجامعات كل ما يتعلق بشروط الصحة والسلامة، وخاصة بعد إعلان وزارة الصحة عن دخول العراق بموجة جديدة من فيروس كورونا. التفاؤل يسود وجوه الكوادر التربوية والطلبة في جامعات الموصل وخاصة هنا في جامعة الحمدانية بعد قرار وزارة التعليم العالي بعودة الدوام الحضوري مع الإجراءات الصحية المتخذة. لقناة الرابعة محمد الشبكي، الموصل. على ضفاف شط العرب فرقة شبابية ترسل رسائل حب واطمئنان من خلال ما تقدمه من أغاني تنوعت لغاتها مع ألوان القوميات العراقية لتجذب قلوب الحاضرين. على نسيم شط العرب وأجوائه الصاخبة فرقة شبابية بصرية تحيي تراث العراق الفني. تمتاز هذه الفرقة بالمزيج بين الأغاني العربية والكردية والفن الحديث، يمثلها 20 شابا وشابة من الطيف العراقي المتنوع. والله هو الأجواء حلوة كتير هون، يعني تغير شكل المدينة كلها لما فتحت وسعوا الطريق هون. صرنا نجي أغلب الوقت الصبح نجي لهون شاطر الله المدارس، يعني بتفاعلوا أكتر معك وحابين أجواء المدينة كل ما عم تصعد شوي شوي الوصرة. هلأ الأغاني اللي عم نغنيها نحن من كل تراث العراق، يعني من شماله وجنوبه وغربه، كل التراث نغنيه، وحاليا عم نألف أغانينا الخاصة. استجابة الأهالي كانت استجابة كلش حلوة، لأنه هو شيء جديد على المجتمع البصري، وفرقة متكونة من بنات وشباب وجاي يقدمون فد شيء حلو. وبالنسبة للأغاني فإحنا جايين ننوع بين الأغاني كردية، بين أغاني تراث عراقي قديم أو أغاني عربية. تجربة جديدة تدخل على المجتمع البصري من خلال إنشاء فرق فنية شبابية تمارس نشاطاتها في الأماكن العامة. هذه الفرقة اختارت كورنيش المدينة الجديد لإرسال رسائل الحب والسلام. جمار هي فكرة شبابية تكونت بالبصرة حتى تحتوي مجموعة من الشباب والبنات اللي هوسهم الفن. ارتئينا بما أنه احنا بدايات الشتاء وعلى أبواب بطولة خليجي 25 والكورنيش الجديد، العوائل جاي تجي، فاحنا حبينا انه نسوي فقرات على الكورنيش حتى انه احنا نقول للناس رساله للعالم انه البصره بعدها بخير، تعالوا زوروها وتعالوا شوفوا الجمال، شوفوا الادب، شوفوا كل شيء. انا شخصيا اول مره جيت البصره هذه الايام، خلال هالايام، فكان فرصه لي انه اعزف وياهم ونشارك الموسيقى. انغام الفرقه جذبت قلوب المتفرجين عليها، وهم يتغنون بألوان العراق الفنية المتعددة. التراث العراقي يتجسد من خلال هذه الفرقة الشبابية البصرية، فالمزيج بين الأغاني العربية والكردية حاضر على أرض كورنيش البصرة. إيهاب المالكي، قناة الرابعة.
أهلا بكم من جديد إلى الأخبار الدولية. كشف مصدر طبي سوداني عن إصابة نحو 30 متظاهرا في مواجهات اندلعت مع قوات الشرطة في الخرطوم، مضيفا أن طواقم الإسعاف قامت بإخلاء عشرات الجرحى خلال المواجهات، وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري وتشكيل حكومة مدنية. كما عبر المتظاهرون عن رفضهم للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 من تشرين الأول من العام الماضي. ومن السودان إلى لبنان، أخفق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب، وذلك للمرة السادسة توالية. وفي محاولة أخرى لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشيل عون، دعا رئيس البرلمان نبيه بري إلى عقد جلسة جديدة الاثنين المقبل وسط توقعات باستمرار تعقيدات كبيرة قد تمدد الشغور الرئاسي للعام المقبل الذي يحل لأول مرة في وجود حكومة تصريف أعمال تتصدر المشهد السياسي برئاسة نجيب ميقاتي. ووفقا للدستور اللبناني يحتاج انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان اللبناني. الدستور حدد نصاب الأصوات اللازمة لانتخاب الرئيس بغالبية الثلثين في الدورة الأولى والغالبية المطلقة في الدورات التالية، ولا بد لأي مرشح من الحصول على أغلبية 86 من بين أصوات 128 عضوا في الجولة الأولى للانتخاب. وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على هذا العدد تجرى جولة ثانية يفوز فيها من يحصل على 65 صوت. بعد فشل البرلمان اللبناني بانتخاب رئيس الجمهورية، يشتد السجال بين النواب داخل البيت التشريعي مجددا في ظل مطالبات شعبية بحسم الاستحقاق الدستوري وحل مشاكل البلاد. لا شيء جديدا قدمته الجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية. الاصطفافات عمودية على حالها، والثابت الوحيد هو تكرار السيناريو نفسه. دورة أولى بنصاب الثلثين لم تحدث أي تبدل يذكر في الحسابات، وما بين النائب ميشيل معوض والورقة البيضاء أي ضدين انحصرت المنافسة، فيما اللافت كان التصويت لرئيس تيار المردة سليمان فرنجي للمرة الأولى، وبالتالي أتت النتيجة لصالح الفراغ. ميشيل معوض 43، ورقة بيضاء 46، لبنان الجديد 9، سليمان فرنجي 1، عصام خليفي 7، ميشيل ظاهر 1، زياد بارود 3، ورقة ملغاة 2. سجال حاد أثاره نواب حزب الكتائب على خلفية تفسير المادة 49 من الدستور، وما إذا كانت تلزم بنصاب ثلثين في الدورة الثانية، حسمه رئيس مجلس النواب نبيه بري، فكان أن ثبت هذه القاعدة مستبعدا أي تفسير أو تعديل دستوري في اللحظة الآنية. على شو عم نستند؟ وقتها نقر أنه بدنا نحافظ على نصاب الثلثين بالدورتين الأولى والثانية، بالوقت يلي المادة 49 لا تتكلم عن نصاب. الله يرحمه البطرك سفير، هذا الموضوع أخذ موقف حاد ونهائي بهذا الأمر فيه. تنفترض أنه ظهروا الكل وبقي 65 الأكثرية المطلقة، بيكون رئيس الجمهورية عم ينتخب ب 33 صوت يا شخصي بي. ودورة ثانية على شاكلة سابقاتها، غياب التوافق يعني التعطيل فتطير النصاب. والجلسة المقبلة الخميس المقبل. وفي المقلب الآخر من المشهد، أي على مستوى الشارع اللبناني، حالة من التململ، فالمواطن اللبناني يرزح تحت وطأة الأزمات المعيشية والاقتصادية. كلها طبخة بحص، عم يضحكوا على العلم مثل العادي، يعني لا أول مرة ولا آخر مرة، قصة مطبوخة وخالصة، والله ما فضل حدا والله. إنسان بيحافظ على لبنان، بيحافظ على كيان لبنان، بيحافظ على شعب لبنان،
إنسان بيحافظ على شوف معاناة الشعب اللبناني. والله لو اتفقوا مش حيطول، بس الظاهر مش حيتفقوا. مين بتفضل يجي رئيس جمهورية؟ اللي بده يخدم مصلحة هالبلد وشعب هالبلد. وعليه فإن مخاض الرئيس الرابع عشر اللبناني الذي يراد به أن يكون رئيسا جامعا للوطن على مسافة واحدة من الجميع يبدو عسيرا والأزمة مفتوحة. جولة انتخابية غير منتجة بدت عاجزة عن إحداث أي خرق في جدار التعطيل، فالمسافات بين الكتل النيابية لازالت متباعدة وسبل الحوار معدومة، وإلى أن تنضج التسوية تستمر سياسة المراوحة والهروب إلى الأمام إلى حين تحقيق الديمقراطية التوافقية. من بيروت بعياد، قناة الرابعة. أخيرا في هذه النشرة وليس آخرا من نشرات اليوم، تعهدت الولايات المتحدة بضمان أمنها وأمن حلفائها بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات ويمكنه ضرب الأراضي الأمريكية. وفي البيت الأبيض ندد بإطلاق بيونغ يونغ صاروخا بعيد المدى، وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان أمنها وأمن حلفائها في اليابان وكوريا الجنوبية، داعيا إلى وقف ما وصفه بالاستفزازات لكوريا الشمالية. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. السوداني يوجه باستكمال البرنامج الحكومي، والنزاهة تباشر بإجراءات استرداد مدير عام في المخابرات العراقية. مراحل نهائية لاستكمال الموازنة، والحكومة تدرس توحيد سلم الرواتب وإرساله لمجلس النواب لإقراره. تابعتم معنا أيضا في نشرة الظهيرة، 15 ضحية حصيلة نهائية لانفجار الغاز في السليمانية، والدفاع المدني يعلن انتهاء عملياته. إذن مشاهدينا الكرام، للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا، زورونا على موقع القناة رابعة دوت تي في، وبالتأكيد على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، تيليجرام، تويتر، سناب شات، وتيك توك. شكرا لكم لكرم وطيب المتابعة، وإلى اللقاء.